وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم إن الله عليم بذات الصدور. سبق الحديث في الدرس الماضي في قوله تعالى: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وإنما نتحدث الآن فيما بعد هذه الجملة، فالله سبحانه وتعالى يقول في بيان حال أولئك الذين يظنون بالله ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء، وقوله سبحانه وتعالى يقولون من المحتمل أن يكون بيانا لما ذكر من قبل من أنهم يظنون بالله تعالى ظن الجاهلية، وذلك بأن يكون ذلك الظن يتجسد في هذا القول. ومعنى هذا أن هذا استئناف بياني، فكأنما سائل سأل ماذا كان شأنهم، فقيل له يقولون هل لنا من الأمر من شيء، ومعنى أنهم يستنكرون الواقع ظانين بالله الظن السيء. ومن المحتمل أن يكون هذا بدل اشتمال، وذلك أن يكون ذلك الظن منطويا على هذا القول الذي يقولونه، فإن هذا القول إنما هو ناشئ عن ذلك الظن. وقد جاء فيما أخرجه ابن جرير وابن إسحاق وابن المنذر من طريق ابن جريج أن قائل ذلك إنما هو عبد الله بن أبي، وذلك بعدما انصرف بمن معه من الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد، وأخبر فيما بعد عما أصاب الخزرج من القتل، فقال هل لنا من الأمر من شيء. وهذا فسر أكثر من تفسير، فسر بمعنى أنه استنكار لما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان
رأي عبد الله بن أبي أن يبقى المسلمون مكانهم في المدينة المنورة، ولئن جاءهم العدو هنالك قاتلوه، وهذا كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم ورأي طائفة من الذين معه، إلا أن المتحمسين للقتال كان رأيهم خلاف ذلك، وكانوا الأغلبية الساحقة، فلذلك انطلاقاً من قاعدة الشورى التي أصلها في الإسلام نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن رأيه إلى رأي أولئك، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق بيان ذلك في الدروس السابقة. فعبد الله بن أبي استنكر ذلك، ومعنى أنه ينحي باللائمة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين إذ لم يأخذوا برأيه، وعليه فإن الاستفهام هنا ليس على بابه، وإنما هو من باب النفي، إذ يراد به نفي أن يكون له من الأمر شيء، وعليه فإن المراد بالأمر هنا هو التدبير، أي ليس لنا من التدبير شيء، أو ليس لنا من الأمر الذي هو مفرد الأوامر من شيء، أي لا يطاع لنا أمر، وإنما يتبع أمر غيرنا. فلذلك كان هذا الاستنكار، ويؤكد أن الاستفهام هنا بمعنى النفي، دخول من على شيء، وكلمة شيء هي نكرة، ودخول من على النكرة إنما يكون غالبا في مقام تأكيد النفي، أي ليس لنا من الأمر أي شيء، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، أي هؤلاء الذين يقولون هذا القول يخفون في قرارة نفوسهم ما لا يبدونه للنبي صلى الله عليه وسلم وما لا يبدونه للمؤمنين. ولعل كان هذا من باب أنهم يوهمون بقولهم هذا أنهم متحسرون على ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وما أصاب المؤمنين، هم في قرارة نفوسهم لا يقصدون ذلك. وقد فسر الأمر هنا بأن المراد به هو الغلبة والنصر، أي هل لنا من الأمر من شيء، أي هل لنا من النصر الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم به المؤمنين من شيء. وهذا لأن الغلبة إن كانت على أحد، تقول العرب فيه كان الأمر عليه، وإن كانت الغلبة له فإنهم يقولون كان الأمر له، وبناء على ذلك فإن الأمر المراد هنا هو النصر والتمكين. وظاهر هذا القول أيضا قد يوحي بمعنى سليم لا يقصدونه، وكأنما هم يتحسرون على ما فات المؤمنين من النصر في هذه الموقعة، وفي حقيقة الأمر هم يضمرون في طوايا نفوسهم ما لا يبدونه للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين،
وإنما يريدون بهذا التشكيك في صدق نبوته عليه أفضل الصلاة والسلام. وفسر الأمر بأنه بمعنى الدين وصدق الإيمان، أي هل لنا من دين الحق من شيء؟ ومعنى ذلك أنهم ينكرون أن يكون ما جاءهم به النبي صلى الله عليه وسلم هو دين الله تعالى الحق، وإنما يبطنون في قرارة نفوسهم الكفر بهذا الدين. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. هذه المقالة رويت من طريق الزبير عن معتب ابن قشير، وقد أخرج ابن جرير عن الزبير بأنه غشيه ما غشي المؤمنين من النعاس في ذلك اليوم، وكان يسمع قول معتب بن قشير لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وكأنه في حلم. ومعتب هذا حسب ما ذكر ابن عبد البر كان ممن شهد العقبة وشهد برا وشهد أحدا، واستنكر كونه شهد العقبة من قبل بعض المحققين، وقال بأن هذا كان توهما من ابن عبد البر ولم يكن شهد العقبة، وكان مغموصا بالنفاق، إلا أنه ذكر بعضهم أنه كان ممن تاب من نفاقه. معتب بن قشير هو الذي قال هذا القول، كما أن الرواية تدل على أن عبد الله بن أبي هو الذي قال ما قبله، وقد أسند القولان معا إلى الجميع، أسند كلا القولين إلى القول، يقولون فكأنما أسند إلى جميع الطائفة. أسند إلى الطائفة كلها أنها كانت تقول هذا القول، مع أن كل واحد من القولين روي أنه قاله أحد من أولئك الذين كان المرض في نفوسهم. وهذا لأنه إن لم يكن الكل قاله فإن تلكم كانت في هواجس الذين كانوا على رأي القائلين، كانت هذه هواجسهم ومشاعرهم، إذ كانوا مشتركين في كونهم أهمتهم أنفسهم، وكونهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فلذلك صدق عليهم جميعا أنهم كانوا قائلين ذلك، لأن تعبير كل واحد من القائلين لم يكن عن مشاعره بنفسه، وإنما كان عن مشاعر الكل. هذا. وذكر أبو حيان أن في قصة أحد إشكالا، من حيث بأنه سبق أن عبد الله بن أبي انخزل عن المسلمين بثلث الجيش، ومعنى ذلك أنه رجع عن الجيش كل من كان في قلبه نفاق، وبقي
المؤمنون وحدهم يواجهون عدوهم. وما روي من أن معتبا هو الذي قال هذا القول يقتضي أن منهم من بقي، ذلك لأنه يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. فالقتل إنما كان هو في أحد حيث خرجوا لمواجهة عدوهم، فإذا يوجد اضطراب بين ما روي من الخزال بن أبي بالمنافقين والذين كانوا ضعاف الإيمان جميعا وما تدل عليه هذه الرواية. ولكن أجاب أبو حيان عن هذا بأنه يحتمل أن يكون بقي هناك من بقي من المنافقين إذ لم يتسامعوا جميعا بالرجوع في ذلك الوقت. ومن المحتمل أيضا أن تكون الإشارة إنما هي إشارة أن تكون الإشارة إشارة من قرب وليست في نفس المكان، وذلك بأن يقول لو كان لنا من الأمر شيء، يعني يقول قائلهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، إشارة إلى جهة أحد مثلا. فمن المحتمل أن يكون ذلك. وقولهم هنا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا يحتمل أن يكون الأمر فيه بمعنى ما تقدم، إما أن يكون بمعنى التدبير والرأي كما سبق من قبل، وذلك بأن يعني القائل أنه لو كان لنا من الأمر شيء ما أدى الأمر إلى أن نقتل هنا لأننا ما كنا لنخرج. فهذا ليس نفياً للقتل وإنما هو نفي لسبب القتل، أي لو كان لنا من التدبير والرأي شيء لما خرجنا من المدينة، والخروج من المدينة إلى أحد كان سبباً لقتلهم. الخروج من المدينة كان سبباً لقتلهم، فهم نفوا المسبب وعنوا السبب، نفوا أن لو كان لهم من الأمر شيء أن يقتلوا، ويريدون بذلك نفي السبب وهو الخروج الذي أدى إلى القتل. وعلى أي حال من المفسرين من قال بأن هذا المقال الأخير إنما هو كان رداً على ما دقنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجواب، وهو ما قال له الحق سبحانه وتعالى قل إن الأمر كله لله، أي ومعنى ذلك أي إن الأمر كله لله إن كان الأمر بمعنى الغلبة والظهور كما فسر، أو كان إن كان الأمر بمعنى الغلبة والظهور إن كان فسر ذلك بأن الأمر أي الغلبة إنما هي لله سبحانه، والله يمكن من يشاء من عباده. ومهما حصل من تمكن هؤلاء القوم الكافرين فإن هذا التمكين إنما لا يكون طويل المرحلة وسينقلب الأمر إلى خلاف ذلك، وإنما أريد بهذا التمحيص للمؤمنين. ومن المفسرين من فسر بأن الأمر هنا بمعنى القدر، ومعنى ذلك أن هؤلاء كانوا مكذبين بالقدر
مكذبين بقدر الله، فيعنون لو كان لنا من الأمر شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبشرنا بأنه سيظهر أمر الله سبحانه وتعالى وسيتمكن المؤمنون من أعدائهم الكافرين، ما قتلنا هاهنا. من المفسرين من قال بأن هذا كان تكذيبا منهم بالقدر، ومهما يكن فإن هذه المقالة يبدو واضحا أنها لا تصدر ممن هو راسخ الإيمان أو ممن كان ذا إيمان. وبهذا يتبين أن رأي الجمهور في أن هذا الحديث إنما كان حديثاً عن أولئك المنافقين وأقوى وأرجح مما ذهب إليه الإمام محمد عبده كما ذكرنا في الدرس السابق، من أن هؤلاء القوم لم يكونوا من النفاق في شيء، وإنما كانوا من الضعفاء. فهذا غير واضح لما ذكرناه من كون الآيات تدل على أنهم متصفون بصفات تتنافى مع الإيمان، فكونهم يخفون عن النبي صلى الله عليه وسلم في طوايا نفوسهم ما لا يبدون له يدل على نفاقهم. وكذلك ما يأتي من الرد والتقريع لهم أيضا يدل على أنهم كانوا منافقين. وقد سبق ما جاءت به الروايات من أن المؤمنين غشيتهم غاشية من النعاس من أجل أن تطمئن نفوسهم ويستعيدوا قواهم بعد ما أصابهم من الكد والتعب والمشقة. فإذا حالة هؤلاء كانت خلاف حالة المؤمنين، كانت نفوسهم غير مطمئنة، لذلك ظلوا في قلق. وهؤلاء كما يفهم من تفسير من فسر الأمر بصدق الدين وصدق النبوة كانوا مكذبين للنبوة. معنى ذلك أنهم يقولون بأن هذا الدين وهذا وهذه النبوة لو كان ذلك حقا لما قتلنا هاهنا. وكأنهم إنما ينظرون إلى أن حال النبوة يجري بخلاف ما تجري عليه أحوال البشر، وأن الأنبياء لا يصطدمون بقدر الله تبارك وتعالى النافذ، أو أنهم كانوا يعتقدون أنهم ربما كانوا قادرين لو كان لهم من الأمر شيء على رد قدر الله تبارك وتعالى من أن ينفذ. وهم لم يكونوا مدركين حقيقة النبوة، وأن النبوة إنما هي تبشير وإنذار ودعوة للناس إلى الاستمساك بالحق، ولا يلزم أن تكون أحوالها جميعاً جارية وفق ما علمه الله تبارك وتعالى من قدره. فإن الله سبحانه قد يخفي عن أنبيائه قدره المحتوم ويتعبدهم كما تعبد سائر البشر من أن يسعوا إلى الخير. فالناس كلهم متعبدون بأن يسعوا إلى الخير وأن يأخذوا بأسبابه وأن يتفادوا ما يؤدي إلى الفشل، ولكن لا يعني هذا أنهم بمحاولتهم ذلك تتعارض أعمالهم مع قدر الله تبارك وتعالى. فإن قدر الله سبحانه وتعالى نافذ لا محالة، ولا يمكن لأحد أياً كان أن يقف في وجه القدر الإلهي.
الله تبارك وتعالى أجرى قدره كما يريد، ولا بد من نفاذ هذا القدر، وتعبد عباده أيضا بما يريد أن يتعبدهم به، ولا يلزم أن يكون ما تعبدوا به يساعده القدر، فقد يتعبدون بأعمال ولكنهم مع ذلك يصطدمون بالقدر الإلهي فلا ينجحون في تلكم الأعمال. وإنما يجزى الناس بسعيهم إلى الخير حتى ولو لم ينفذ ذلك الخير، ولو عارضه القدر الإلهي كما يقول الشاعر وقد أجاد في ذلك: لأشكرنك معروفا هممت به، إن اهتمامك بالمعروف معروف، ولا ألومك إن لم يمضه قدر، فالشيء بالقدر المحتوم مصروف. كل شيء إنما يصرف بالقدر الإلهي، ولكن على العبد أن يجتهد جهده، أن يجتهد قدر ما يستطيع، قدر طاقته، في الأخذ بالأسباب والسعي إلى ما فيه الخير. ويقول آخر: على المرء أن يسعى ويبذل جهده ويقضي إله الخلق ما كان قاضيا. الله تبارك وتعالى يقضي ما يشاء، وإنما العبد يسعى جهده، والعبد لا يعلم سر القدر، ولو علم سر القدر لتكاسل عن الخير، إن كان يعلم أن هذا الذي يسعى إليه من الخير لا يمضيه القدر، وإنما حكمة الله تعالى اقتضت أن يطوي عنهم علم القدر، وأن يتعبدهم بما يتعبدهم به ليجزي كل أحد بما أراد.